السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشرة. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبوني يستقبل مديري شركات أوكسيدنتال إيني وتوتال إنرجي. تجسيداً لإعلان رئيس الجمهورية التوقيع على عقد جديد بين مجمع سوناتراك وشركاء أوكسيدنتال إيني وتوتال إنرجي، والرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك ضيف الثامنة. رئيس الجمهورية يستقبل السفير القطري بالجزائر ويطلعه على عرض لمجسمات الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم بقطر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني تسلم أوراق اعتماد كل من السفير الجديد لجمهورية جنوب إفريقيا والسفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر. باسمي يا سيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الفريق أول سعيد شنقريحة يشرف على تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للأمن الداخلي، واللواء عبد الغني رشدي مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي. المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي يختتم بتوافق إرادة الطرفين على بناء محور شراكة واعد على ضفتي المتوسط في إطار التصور الاقتصادي الجديد للجزائر. وفي النشرة، نموذج ناجح للشراكة الجزائرية الإيطالية في مجال الصناعة الصيدلانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. في المستهل استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كل من الرئيسة المديرة العامة لشركة أوكسيدنتال بتروليوم السيدة فيكي أوليب، والرئيس المدير العام لشركة إيني السيد كلاوديو ديسكالزي، ونائب رئيس الاستغلال والإنتاج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة توتال إنرجي السيد لوران فيفي. وهي الشركات التي وقعت اليوم على عقد مع مجمع سوناتراك بنحو 4 ملايير دولار في مجال المحروقات، يخص الرقعة التعاقدية بركين الواقعة جنوب الشرقي حاسي مسعود. اللقاء الذي جرى برئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار. وعقب الاستقبال، أدلت الرئيسة المديرة العامة لشركة أوكسيدنتال بتروليوم السيدة فيكي أوليب بالتصريح التالي. Hello, I'm Vicky Hollab with Occidental Petroleum, and I stand here today happy to tell the world that we have signed a contract today to extend. أنا هنا اليوم لأعلن أننا أمضينا اتفاق تمديد نشاطنا هنا بالجزائر مع شركائنا سوناتراك إيني وتوتال إنرجي. نحن متحمسون لهذه الخطوة في المسار الذي يقودنا إلى تنمية طاقوية أكبر وزيادة في قيمة حصتنا في الجزائر. للجزائر موارد طاقوية ضخمة، والخطوات التي اتخذها وزير الطاقة في الفترة الماضية بما يتماشى وقوانين المحروقات الجديدة مهمة جدا، مما يجعل وتيرة التنمية أسرع بالجزائر. أنا سعيدة لتواجدي هنا وأن أكون جزءا من هذه الشراكة، وأود بهذه المناسبة أن أشكر كل الشركاء الجزائريين على التعاون الثنائي بين البلدين. It is momentous for not only our partnership but for Occidental Petroleum, and we will make it momentous for Algeria as well. هذا وتجسيدا لإعلان رئيس الجمهورية أمس تعزيز التعاون بين الجزائر وإيطاليا في المجال الطاقوي، والتزام الجزائر بتزويد الشريك الإيطالي بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وقع اليوم مجمع سوناتراك على عقد بنحو 4 ملايير دولار مع الشركاء
أوكسيدنتال، إني وتوتال إنرجي في مجال المحروقات، يخص الرقعة التعاقدية بركين الواقعة جنوب شرقي حاسم سعود. كما يندرج العقد المبرم على صيغة تقاسم الإنتاج ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين سوناتراك وشركائها المبرمة شهر جانفي 2021. وللتفصيل أكثر يحضر معنا في بلاتو النشرة الثامنة الرئيس المدير العام لسوناتراك السيد توفيق حكار. أهلا بكم سيد الكريم. مساء الخير. إذن سيد حكار، بعد إمضاء هذا العقد ما بين سوناتراك وأوكسيدنتال وإني وتوتال إنرجي، وحجم هذا العقد يعني 4 ملايير دولار، ما أهمية توقيع هذا العقد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهمية العقد أنه العقد الثالث الذي يبرم في إطار القانون الجديد 19-13 بعد العقدين الذي أبرم في نهاية سنة 2021 والثلاثي الأول لسنة 2022. أهمية العقد في المبلغ الاستثماري الذي هو في حوالي 4 مليار دولار، وكذلك في كمية المحروقات التي سوف تنتج في إطار هذا العقد والتي تتعدى المليار برميل من النفط، مكافئ النفط. هذه من هذه الأهمية. ثاني أهمية أنه يأتي في وقت تراجع الاستثمارات في المحروقات عموما في العالم، وخصوصا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. هذا العقد كذلك بحجم الاستثمارات يعني هو فريد وكبير جدا بمقارنة بالاستثمارات الأخرى والمشاريع الأخرى في هذه المنطقة. إذن هذا مشروع مهم كبير لسوناتراك ولشركائها، وكذلك أهمية هذا العقد في طبيعة الشركاء، لشركاء ذات نوعية، لأنها في 3 شركات عالمية معروفة، منها الشركة الأمريكية أوكسيدنتال، للإيطالية إيني، والفرنسية توتال إنرجيز. يعني هذا العقد مهم لأنه يعمل على مواصلة الشراكة مع هؤلاء الشركات المعروفة، وكانت في والتي بدأت سنة 1989، يعني حوالي أكثر من 30 سنة، والتي في إطار هذا العقد الجديد سوف تستمر لأكثر من 20 سنة. هذا العقد هو الثالث، لكن ليس هو العقد الأخير. سوف نستمر في هناك مفاوضات مع شركاء آخرين، سوف ربما يكون 3 إلى 4 عقود نمضيها قبل نهاية هذه السنة. هذا ما يعني أن الجزائر أصبحت يعني دولة جذابة للاستثمارات في إطار المحروقات، وكذلك يعطي أن هذا القانون الجديد بدأ يعطي ثماره، خاصة بعد إمضاء هذه العقود 3 والاستمرار في المفاوضات لإمضاء عقود أخرى قبل نهاية هذه السنة إن شاء الله. إذن وبالحديث عن هذه العقود، ما هي أهم بنود هذه العقود وما الجديد فيها السيد حكار؟ أولا أهم كذلك هذا العقد هو يعني سوف نستثمر تقريبا أكثر من 4 مليارات دولار في حفر أكثر من 100 بئر بترولي، وكذلك تحويل 46 بئر من آبار منتجة إلى آبار لضخ الماء والغاز لاستخراج أكثر بترول ومكثفات وكذلك غاز البترول المميع، لوصول نسبة الاسترجاع النهائي في هذا الحقل الى اكثر من 55%، وهو معدل يعني كبير جدا فيما يخص استرجاع المحروقات في هذا المجال. وكذلك الذهاب الى استعمال تقنيات جديدة وتكنولوجيات جديدة، خاصة في الاستغلال، وكذلك استرجاع هذه المحروقات، وكذلك العمل على خفض البصمة الكربونية، اللي هو توجه جديد لكل الشركات البترولية. نعم، وفي الظرف الحالي في حين تعرف فيها السوق تذبذبا في تزويد بالطاقة، يعني ما كانت سوناتراك ويعني إقليميا ودوليا في تزويد العالم بصفة عامة بالطاقات بالغاز وبطاقات أخرى.
أهمية سوناتراك في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي هي معروفة قبل حتى تكون هذا الأزمة، أزمة يعني الضغط الموجود على 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 الغاز، على الطلب تاع العالمي للغاز في خاصة في آسيا وأوروبا. تعززت مكانة سوناتراك خاصة في هذه الظروف الأخيرة، لأنه فيه كثير من الدول الأوروبية تطلب المزيد من الغاز، وكذلك دول أوروبية جديدة خاصة أوروبا الشرقية تطلب كميات معتبرة من الغاز من الجزائر. اليوم أصبح للجزائر وكذلك سوناتراك هي وجهة ومقصد جديد وذو أهمية كبيرة في مقارنة ببعض البلدان في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط. سوف نعمل لاستغلال هذه الفرص خاصة لتزويد وبيع أكثر كميات من الغاز الطبيعي التي سوف ننتجها كسوناتراك بجهودها الخاصة أو عن طريق الشراكة مثل هذه الشراكات، وكذلك العمل على إضافة كميات معتبرة كما صرح به رئيس الجمهورية لإيطاليا، لإيطاليا التي نعتبرها سوق مهم بالنسبة للجزائر، وكذلك بوابة للعبور إلى أسواق جديدة في أوروبا الشرقية وشمال أوروبا. كذلك. إذن سيد توفيق حكار الرئيس المدير العام لسوناتراك، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. شكرا جزيلا. شكرا لكم سيدي. وفي تتمة النشرة، استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم السفير القطري بالجزائر عبد العزيز علي النعمة، اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلافة. هذا وطلع السفير القطري بالجزائر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على مجسمات لثمانية ملاعب ستحتضن مباريات كأس العالم لسنة 2022 بقطر. محمد الرئيس، بداية حب نعرض لك مجسمات كأس العالم، هي عبارة عن عدد من ملاعب كأس العالم اللي راح تستضيف إن شاء الله البطولة كلها، عبارة عن 8 ملاعب. نبتدي بملعب استاد البيت اللي هو على شكل الخيمة العربية، راح يكون الافتتاح إن شاء الله في هذا الملعب، وبالمناسبة هو نفس الملعب اللي فاز فيه المنتخب الجزائري بكأس العرب. هذا الملعب سعته 60,000 متفرج، وقيم على يعني على شكل الخيمة العربية، وأيضا راح تقلل السعة من بعد كأس العالم. طبعا يتميز بنظام تبريد كامل، والسقف طبعا مرن للإغلاق والفتح. أستاذ أحمد بن علي، هذا الأستاذ طبعا مبني في منطقة الريان، وأيضا يتميز التصميم الخارجي بالثقافة القطرية اللي تميز النقوش الموجودة على الملعب، وأيضا يسع ل40,000. هذا يشبه تاع وهران. نعم صحيح صحيح صحيح. وأيضا يتميز بتصميم الكثبان الرملية اللي جنب الملعب، هذا عبارة عن الكثبان الرملية. إن شاء الله تكون في ألعاب أولمبية كذلك. إن شاء الله إن شاء الله. استاد تمامة طبعا هو عبارة عن استاد دائري، وهو يرمز إلى القبعة القطرية. استاد 974، وهو الاستاد الأول في العالم اللي راح يتفكك بعد كأس العالم. استاد لوسيل طبعا أكبر الملاعب، يسع إلى 80,000 متفرج، وهو عبارة عن الفانوس دخل في العمارة التقليدية القطرية. أستاذ خليفة الدولي هو أول الملاعب اللي افتتحت لكأس العالم، وهو له ارتباط مباشر بالشعب القطري لأن قيمت عليه بطولات الخليج في عام 76. هذا الملعب الأخير اللي هو أستاذ المدينة التعليمية، وهو عبارة عن زهرة الصحراء. ألف مبروك على قطر شقيقة، وشي حقيقة يعود بشرف كبير للشعب العربي بصفة عامة. استثمارات مثل هذه ماهيش بسيطة. احنا فخورين كجزائريين أن نهائيا وأخيرا أسندت لدولة عربية تنظيم كأس العالم، دولة قطر.
وصلت إلى مستوى تنموي لأهلها إلى أكثر من كأس العالم. الله يخليك فخامة الرئيس. ألف مبروك. الله يبارك فيك فخامة الرئيس، نتمنى إن شاء الله نراكم على خير بإذن الله. الله أكيد. وأنتم شركاء إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. شكراً جزيلاً. وعقب العرض أدلى السفير القطري بالجزائر بالتصريح التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة لتسليمه رسالة من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتضمن توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات. أكد فخامته إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين للوصول بها إلى أعلى المستويات وفق الرؤى المشتركة بين قادة البلدين الشقيقين. أيضا تقدمنا لفخامته بالتهنئة القلبية الخالصة بمناسبة عيد الاستقلال ونجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي أقيمت مؤخرا في وهران، متمنيا للجزائر دوام التقدم والنجاح دائما، كما ونثمن الجهود الحثيثة الرامية لاستضافة القمة العربية المقبلة في نوفمبر القادم، مؤكدين حرص دولة قطر على إنجاح هذه القمة. في ختام اللقاء تم التطرق إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022 في نوفمبر القادم والخطوات التي قامت بها الدولة في هذا المجال، مؤكدين استعدادنا التام لاستضافة والخروج بنسخة مميزة من بطولات كأس العالم. وشكرا جزيلا. استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون سعادة السيد ييلي لسيدي ماسيتلا الذي سلمه ورق اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية جنوب افريقيا لدى الجزائر. مراسم الاستقبال التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية حضرها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطل عمامرا ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلافة. سعادة السيد بيلي لسيدي ماسيتلا سفير جمهورية جنوب إفريقيا، وعقب الاستقبال أدلى السفير الجديد لجمهورية جنوب إفريقيا لدى الجزائر بالتصريح التالي. حضرت اليوم لأقدم أوراق اعتمادي للرئيس عبد المجيد تبون. لقد حظيت باستقبال حار للجزائر وجنوب إفريقيا، ماض مشترك في الكفاح. الشعب الجزائري كان مساندا لنا خلال مرحلة كفاحنا ويعود إلى ما قبل الزيارة التاريخية للرئيس نيلسون مانديلا إلى الجزائر. لدينا علاقات وطيدة ومتأكدون أيضا من إمكانيات تطويرها إلى آفاق أفضل. ومن مسؤوليتنا أن لا نقصر في مهمتنا.
كما استقبل رئيس الجمهورية سعادة السيد لي جيان الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية الصين الشعبية. مراسم الاستقبال التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية حضرها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطلع ممرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. سعادة السيد لي جيان سفير جمهورية الصين الشعبية، وعقب الاستقبال أدلى السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية بالتصريح التالي. إنه لشرف كبير لي اعتمادي السفير السابع عشر لجمهورية الصين للجزائر. لقد قدمت للرئيس عبد المجيد تبون أوراق اعتمادي وجددت تهاني الرئيس الصيني وتهاني وتحياتي القادة الأربعة الصينيين للرئيس عبد المجيد تبون لنجاح الاستعراض العسكري الكبير ونجاح أيضا الطبعة 19 للألعاب المتوسطية التي تحصلت فيها الجزائر على أحسن النتائج. وسأقوم بمهامي بفضل دعم ومساندة الرئاسة الجزائرية ووزارة الشؤون الخارجية والهيئات الرسمية الجزائرية. الصين والجزائر تربطهما شراكة استراتيجية قوية وشاملة وعلاقات ثنائية أخوية متضامنة ولهما إمكانيات واعدة. إن العلاقات الاستراتيجية بين الصين والجزائر متبادلة وأكثر ديناميكية ويمكن تقويتها أيضا لأنها مثمرة وواعدة خاصة في مجالات البنى التحتية، التكنولوجيا، الثقافة، الرقمنة، الطاقة، السياحة، الاستثمار، الأمن والتغيرات المناخية. أنا متأكد أن علاقات الصداقة الأخوية بين الجزائر والصين ستتواصل من جيل إلى آخر، والتعاون الثنائي يبقى مثمرا وواعدا مهما كانت التحولات الدولية. باسم سيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم على التنصيب الرسمي لكل من اللواء جمال كحال مديرا عاما للأمن الداخلي واللواء عبد الغاني راشدي مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي. المزيد مع إلهام عشيرة. في البداية وبمقر المديرية العامة للأمن الداخلي أشرف السيد الفريق أول على مراسم تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للواء عبد الغني راشدي. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جويلية 2022 أنصب رسمياً اللواء جمال كحال مديراً عاماً للأمن الداخلي خلفاً للواء عبد الغني رشدي، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيداً للقواعد والنظم العسكرية
السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحية شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيام ثورتنا المجيدة. مراسم التنصيب كانت فرصة سانحة للسيد الفريق أول للالتقاء بإطارات هذه المديرية الحساسة الذين قدم لهم جملة من التعليمات والتوجيهات العملية، لا سيما في مجال السهر على أداء المهام الجسيمة الموكلة لهم، والتي تقتضي بذل المزيد من الجهود المثابرة والمخلصة من أجل أدائها على الوجه الأمثل. ليشرف بعدها السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم السلطة. عقب ذلك وبمقر المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، ترأس السيد الفريق أول مراسم تنصيب اللواء عبد الغاني راشدي مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء جمال كحال. باسم السيد رئيس الجمهورية، قائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جويلية 2022، انصب رسميا اللواء عبد الغني رشدي مديرا عاما للوثائق والامن الخارجي خلفا للواء جمال كحال، وعليه امركم بالعمل تحت سلطته وطاعه اوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمه، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحية شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيام ثورتنا المجيدة. هذه المناسبة شكلت فرصة للسيد الفريق أول لعقد لقاء مع إطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، ألقى خلاله كلمة توجيهية أسدى لهم من خلالها جملة من التعليمات والتوجيهات تتعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة والمهنية والاحترافية في أداء المهام المنوطة بهم، حاثا أيهم على ضرورة مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية من أجل مواكبة التحولات الجيوسياسية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. في الختام، أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم السلطة. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، أشرف اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على التنصيب الرسمي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تم تنصيب السيدة سليمة مصراتي رئيسة لهذه الهيئة. لقد باشرت الجزائر كما تعلمون مسار إصلاحات كبرى وعميقة تضمنها برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي التزم ببناء جزائر جديدة تعزز فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الراشد، وتكرس فيها أسس دولة الحق والقانون. وإيمانا منه بأهمية هذه المبادئ والقيم، أكد السيد رئيس الجمهورية منذ البداية على ضرورة أخلقة الحياة العامة واستقلالية القضاء وتعزيز المساءلة والمحاسبة، وعلى ضرورة فصل المال العام عن السياسة لإبعاد نفوذ المال عن تسيير الشأن العام. كما حرص كذلك السيد رئيس الجمهورية على وضع اللبنات الأساسية لتكريس دولة المؤسسات، وهو ما جاءت به التعديلات الجوهرية لدستور 2020، حيث نشهد اليوم المحطة الأخيرة في استكمال بناء الصرح المؤسساتي بتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. لقد صنف الدستور السلطة العليا للشفافية ضمن المؤسسات الرقابية وزودها بصلاحيات واسعة تتولى بموجبها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، والمساهمة
في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في نشر ثقافة نبذ الفساد ومحاربته وحماية المال العام. استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت المستشار جمال هاضم الجلاوي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. اللقاء الذي جرى بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير العلاقات الجزائرية الكويتية في عديد المجالات. كما استقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت المستشار جمال هاضم الجلاوي. وخلال اللقاء أشاد الطرفان بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي سيما في مجال القضاء الدستوري. رئيس المحكمة الدستورية أبرز بهذه المناسبة أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون من أجل بناء جزائر جديدة، خصوصا في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء ودسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى إنشاء محكمة دستورية بتشكيلة مميزة وصلاحيات واسعة. من جهته أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة بدولة الكويت على الأهمية البالغة التي تليها السلطات الكويتية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الجزائر. كما استقبل اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت المستشار جمال هاضم الجلاوي. لقاء الذي كان فرصة لتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين توج بالتوقيع على البرنامج التنفيذي باعتباره أحد ميكانيزمات وآليات وضع حيز التنفيذ لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 2005 والتي تؤسس لتبادل الخبرات بين الوزارتين وكذا التكوين لأعضاء السلطتين القضائيتين لكل من الجزائر والكويت. أغتنم فرصة هذا اللقاء للتأكيد على عمق العلاقات التي تجمع بين بلدينا الشقيقين القائمة على أسس ثابتة نواتها الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل بين شعبينا الشقيقين، وهي المبادئ التي تمهد الطريق لإقامة تعاون مثمر ودائم بينهما وتجسيد ما تصبو إليه السلطات العليا لبلدينا. ومن هنا نبارك الخطوة الإضافية في رصيد الطرفين من خلال التوقيع على البرنامج التنفيذي المعد بين وزارتي العدل للبلدين، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتعزيز القدرات والكفاءات لديهما في ميدان التكوين وعصرنة أنظمة العدالة. أود أن أؤكد على حرص دولة الكويت في سعيها الدائم نحو بحث واتباع السبل المثلى في تحقيق كافة مجالات التعاون مع الجمهورية الجزائرية بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي، إيماناً منها بأن أنماط التعاون تلك إنما باتت تمثل الدعامة الرئيسية نحو اتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة كافة أنواع الجرائم بما فيها جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد، بهدف تقييد معدلات ارتكابها المتنامية على كافة المستويات ومن ثم الحد من تداعياتها الخطيرة على مجتمعاتنا. في التعاون الجزائري الإيطالي اختتمت اليوم بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي والذي بحث في يومه الثاني فرص الشراكة في مجال الصناعات الغذائية الصيد وتربية المائيات والانتقال الطاقوي والصيدلاني والرقمنة، وذلك بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية ياسين ولد موسى وسفير جمهورية إيطاليا بالجزائر. المتابعة نجوى جدي.
حضور مكثف ونوعي للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإيطاليين أحيطت به الموائد المستديرة الأربعة التي تناولت قطاعات مهمة جداً مفتوحة للشراكة تخص الأمن الغذائي والصحي والطاقوي والهيكلي. عرض واستماع باهتمام لكل الفرص المقدمة. نحن الآن ننجز كل مشاريعنا ب100% بيد عاملة جزائرية وبمهندسين وخبراء جزائريين، لكن هناك بعض الأشغال في مجال الأشغال لترافو ماريتين، الأشغال البحرية، هناك نقص، هناك في مجال السكك الحديدية اللي هناك مشاريع واعدة في برنامج رئيس الجمهورية. آفاق التعاون كبيرة جدا بيننا في مجال الصيدلة. نحن نتواجد في السوق الإيطالية منذ سنة 1975، ونحن هنا في الجزائر منذ عامين. بالنسبة لنا السوق الجزائرية هامة جدا. الآن نبحث عن مجالات وفرص للشراكة مع هذه الشركات وتطوير كل ما يتعلق بالأنظمة الجديدة في مجال الرقمنة في مجال البناء. الجزائر تعد الرائدة ولها المؤهلات الأكبر في شمال إفريقيا لنقل الطاقات المتجددة. هناك مشاريع بيننا وآفاق واعدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. صاحب شركة سبيكا الإيطالية المتخصصة في مجال الأشغال العمومية ينشط في الجزائر منذ سنة 1976، متفائل بشأن ما تعيشه الجزائر من تحولات اقتصادية. نحن نرى أن هناك رؤية جيدة تنتهجها الجزائر الآن. لقد عشت مختلف مراحل تطور الجزائر ونموها الاقتصادي. إن العمل الذي نقوم به يخص المؤسسات المصغرة. نحن نركز أيضا على تكوين المهندسين ونقل الخبرات. خبراء من البلدين شاركوا بالنقاش والطرح أيضا للمساهمة في تجسيد كل ما تم الاتفاق عليه ميدانيا. عندنا لي بيرسبكتيفكم ملاح. ديجا أول حاجة نرحب بالكود لانفيستمون الجديد، نقول مبروك علينا، ولكن يلزم نعطيه قيمة للوقت ونبنيه يقرب وقت مناطق صناعية جاهزة. المستثمر جزائري وأجنبي يجي يلقى المناطق اللي زنقار سهلين، يكري يخلص بالشهر كما العالم كامل. الهدف الأسمى هو كيف نرفع حجم الاستثمارات المتبادلة، حجم التبادلات، رغم أن إيطاليا زبون مهم بالنسبة للجزائر، والزبون كان الزبون الثاني في 2021، الآن في الخمسة أشهر ستة أشهر الأولى الزبون الأول، وبالتالي هذه العلاقات الاستراتيجية التي أسس لها الرئيسان لهذه الدولة الجزائرية والإيطالية لابد أن يتم تجسيدها أيضا وترسيخها من خلال التعامل. كل الأبواب مفتوحة إذن من أجل المضي بهذه الشراكة التي ستعزز بناء محور كبير ومهم على ضفتي المتوسط يجمع الجزائر بروما. منذ 18 سنة دخلت مؤسسة جينيري كلاب في شراكة مع متعامل اقتصادي إيطالي، مما عزز إنتاج 58 دواء وخفف من عبء فاتورة الاستيراد، كما سمحت أي الشركة بتوظيف أزيد من 250 عاملا عبر الخطوط الإنتاجية المتطورة الثلاث والتي تطمح إلى ولوج الأسواق الخارجية. المزيد مع سهيلة زيدور. ومسؤول صيانة بعدما تدرج طيلة 30 سنة ورافق تطور جينيري كلاب، هذه المؤسسة الناشطة في مجال صناعة الصيدلانية. الشركة كبرت كبيرة بالبزاف، ماشي كما كنا نشوفوا فيها. الشركة الإيطالي هذا اكتسبنا منه خبرة في الصيانة في الأدوية. العام 2004 عرفت المؤسسة قفزة حقيقية بعد الدخول في شراكة مع متعامل إيطالي. عندنا ثلاث وحدات لإنتاج الأدوية، وحدة لإنتاج الأدوية الجافة، وحدة لإنتاج الأدوية السائلة، ووحدة لإنتاج قطرات العين المعقمة، وحنا أول مصنع لقطرات العين المعقمة في الجزائر. تنتج 15 وحدة دواء سنويا. شراكة مع الإيطاليين كانت الخطوة الأولى لمؤسسة جينيري كلاب
في تطوير قطارات العين المعقمة. الشراكة الرابحة التي بدأت بتقنيات عالية في إنتاج أدوية قطرات لأمراض العيون سمحت لجينيري كلاب ليكون رائداً في هذا المجال. ينتج 6000 في الساعة، 6000 قارورة في الساعة، في سنة 8 ملايين يونيتي دو فونت. عندنا تاع لونتي غلوكوماتو، عندنا لي برودوي بور لا توسكي دي انتيبيوتيك غوت اوفتالميك. عندنا aussi les produits nasaux للأنف فيهم تاع الحساسية. حد الآن راه معنا زوج دو برودوي تاع الحساسية. تم استثمار تقريبا 20 مليون دولار في كل الأدوية. حجم الاستثمار كامل هو 20 مليون دولار، 10 مليون من طرف الجزائري و10 مليون من طرف الإيطالي، وهذا الاستثمار ندار تدريجيا. دركا رانا رايحين إن شاء الله الاستثمار نزيدوا استثمار واحد آخر تاع 10 مليون دولار. نروجوا الأدوية تاعنا عبر التراب الوطني في عدة تخصصات تاع الأطباء، والهدف تاعنا إن شاء الله سي نروحوا بأقرب وقت ممكن للتصدير إن شاء الله، مثلا إفريقيا، مثلا الدول العربية. طموح كبير تصبو إليه هذه المؤسسة التي راهنت على الخبرات الأجنبية في تكوين عمالها وتطوير أساليب إنتاجها. وفي إطار التعاون العسكري الجزائري الإيطالي، رست اليوم بميناء الجزائر السفينة الشراعية المدرسة أميريغو فيسبوتشي A 53-12 التابعة للبحرية الإيطالية في توقف يدوم إلى غاية 21 جويليا الجاري، حيث كان في استقبالهم العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا التوقف بميناء الجزائر سيقوم طاقمها بزيارة إلى بعض المواقع السياحية والأثرية. استقبل اليوم وزير الاتصال محمد بوسليماني نائبة الوزيرة الروسية المكلفة بالتنمية والرقمنة والاتصال الجماهيري السيدة بيلا تشيركيسوفا. اللقاء سمح ببحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، لا سيما في مجال الإعلام والاتصال. الطرفان أكدا على ضرورة إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي أكثر بين المؤسسات الإعلامية ونظيراتها الروسية من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين. ضمن سلسلة الروبورتاجات التي تسلط الضوء على تفاصيل المخططات العدائية ضد الجزائر، تتابعون سهرة اليوم على قنوات التلفزيون الجزائري الجزء السادس من اعترافات الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز أحد من شاركوا في المخططات الدنيئة للخونة والمتآمرين يهجونها. لما كنت متواجد في الخارج ما كانش لي دنا العائلة تاعي، ما كانش لي دنا لها، لا الأجهزة الأمنية تاع سواء تاع المخابرات، لا لابوليس، لا العسكر، لا ما وتا واحد، ما كانش اللي دنا ليها، ما كانش. يا زيطوط ما تجيش تتكلم باسمي، هذه وحدة، الله يرحم والديك، خلي لي عائلتي ترونكيل، ما تجيش تدور لي بعائلتي، لا أنت لا غيرك، أي واحد. من بين الفيديو هذوك اللي قال لي ديرهم، قال لي دير باللي فيديو كون زعما أونكا
نخرج ولا شغل نحكي لكم على زيطوط ولا كاش ما نجبد الخبايات على زيطوط ولا عرفوا بلي عذبوني ولا ضربوني ولا قالوا لي قول ولا هذا الفيديو هو اللي قاعد يركز عليه اسماعيل زيطوط بزاف كي لحقوه فرح قال لي ايوا هذا هو اللي كنت نحوس عليه قال لي هذه الفيديوهات انا نخبيهم عندي قال لي اونكا كاش ما يصرا ولا يهبطوك قال لي خرج انا هذه الفيديوهات على اساس كيما نقولوا ضربوك وعذبوك وقالوا لك قول هما على بالهم بلي انا نعرف عليهم صوالح بزاف وعلى بالي غاضب عليهم دي بروف تاع خيانه غاضب عليهم دي بروف تاع في إطار تحسين الخدمة العمومية والتكفل بصعوبات الخاصة باقتناء تذاكر السفر ومتابعة انشغالات المواطنين المتعلقة بسفر من وإلى الجزائر تعلم وزارة النقل عن وضع حيز الخدمة خلية يقظة ومتابعة على مستوى مصالحها تتولى تسجيل ومعالجة تظلمات وشكاوي هؤلاء المواطنين وعليه يرجى من المواطنين المعنيين تسجيل شكاويهم عن طريق العنوان الإلكتروني الكتروني cellule-de-veille@mt.gov.dz كما يمكنكم الاتصال عن طريق الهاتف على الرقم التالي 023-05-93-42 للعلم يشغل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف بصفة منتظمة 24 ساعة على 24 على مدار أيام الأسبوع ونختم نشرتنا بالرياضة حيث أجريت اليوم بمقر الرابطة المحترفة لكرة القدم قرعة موسم 2022-2023 للرابطة الأولى لكرة القدم والتي ستنطلق يوم 26 أوت القادم على أن تنتهي في الأسبوع الأول من شهر ماي 2023 وأهم يميز الجولة الافتتاحية المواجهة التي تجمع حامل اللقب شباب الوزداد وضيفه هلال شلغوم العيد بينما سيحل الصاعدان الجديدان اتحاد خنشلة ومولودية البيض ضيفان على شباب قسنطينة واتحاد العاصمة تواليا نهاية النشرة وتابعتم فيها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يستقبل مديري شركات أوكسيدونتال إني وتوتال إنرجيز تجسيدا لإعلان رئيس الجمهورية التوقيع على عقد جديد بين مجمع سوناتراك والشركاء أوكسيدونتال إني وتوتال إنرجيز والرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك يؤكد على أهمية هذا العقد في تعزيز مكانة سوناتراك إقليميا لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة رئيس الجمهورية يستقبل السفير القطري بالجزائر ويطلعه على عرض لمجسمات الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم بقطر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتسلم أوراق اعتماد كل من السفير الجديد لجمهورية جنوب إفريقيا والسفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر باسم سيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الفريق أول سعيد شنقريحة يشرف على تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للأمن الداخلي واللواء عبد الغني راشد مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجية المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي يختتم بتوافق إرادة الطرفين على بناء محور شراكة واحد على ضفتي المتوسط في إطار التصور الاقتصادي الجديد للجزائر وتبعتم نموذجا ناجحا للشراكة الجزائرية الإيطالية في مجال الصناعة الصيدلانية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء كان في الإخراج شعبان إيت المرسوم في رئاسة التحرير شعيب در رحمون تقبل تحياتي السلام عليكم ورحمة الله